السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سؤال جديد حق حلقة البعد الآخر. إن شاء الله هالأسبوع تأخرنا طبعاً عليكم السؤال، بس عندنا معذورين أتحتون. عندنا حلقة عن مؤسسة فكرة ومعارض اللي هو جي اكس اكسبو راح يصير بالكويت الاسبوع الجاي. يعني فكره ايفنت بصوره عامه، ايفنت كبير راح يصير بالكويت، وراح يكون في بطولات وانمي وسوالف كوسبلاي. فراح نتكلم عن المعرض وعن المنظم نفسه. منظم المعرض راح يكون يعني يوسف الرومي المنظم، راح يكون ضيف عندنا بالحلقه، فان شاء الله راح تكون حلقه شيقه. يسولف لنا عن المراحل اللي مر فيها عشان يوصل حق اللي هو وصل له، واي شيء تبون تسالون عن المعرض هذا الجاي الحين اللي هو الاسبوع الجاي، او تسالونه هو شخصيا، يعني تسالون رومي شخصيا يعني عن مثلا اي سؤال يخطر ببالكم تقدرون بهالفيديو. هذا راح يكون سؤال الحلقه، شنو بدكم تسالون يوسف الرومي منظم فكره عن الايفنت هذا او اي ايفنت ثاني، او شنو عن ايفنتات بالكويت، شنو الايفنت، شنو المشاكل اللي ممكن تواجهك، شو الشغلات اللي تحتاجها، يعني تكون مع منظمين اكثر. يمكن نتكلم عن معرض تي جي اكسبو اللي وصلنا احنا الحين فيه احنا السعوديه، خاصه انه هو بعد معرض ثاني مكان تسجيل جديد. بس الحلقه راح تكون ان شاء الله تاريخ 24/4، يعني الفيديو راح يكون حد يعني عندكم يوم واحد، بعدين احنا اليوم واحد راح نكون مسافرين فيه للكويت، وبعدين اليوم عقب راح نكون مسجلين ان شاء الله. ان شاء الله اذا ما تاجل ولا شيء، ان شاء الله اذا وصلنا بالسلامه وكل شيء كان صار زين ان شاء الله. ان شاء الله راح نسجل يوم الاحد تاريخ 24/4 حلقه.